بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، أطلقنا في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج معسكر النشاط الصيفي الذي ابتدأ من بداية شهر يوليو ولغاية شهر أغسطس، بمشاركة أكثر من 120 طفل من 7 إلى 12 سنة، وبرحلات وبرامج مختلفة، منها من الزيارات الميدانية التي تمت بالتعاون مع الهيئات الحكومية وطبعا بعض من شركائنا في القطاع الخاص، وأيضا مجموعة كبيرة من المحاضرات العلمية والمحاضرات الثقافية، وأيضا بعض الدورات التخصصية في مجال الشطرنج، وهناك أيضا مجموعة من النشاطات الرياضية التي تدعم الأسابيع والمواضيع التي يتبناها مجلس الشارقة الرياضي، مثل الأسبوع الرياضي، أسبوع الهوية الوطنية اللي نحن حاليا فيه. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ونشكر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه اللامحدود لهذه الأنشطة ولحرصه على أن تخرج هذه المبادرة بأجمل صورة.